نرجع بقى سريعا كده ونقعد سريعا هاخد راي حضرتك فيها. 70,000 جنيه مكافاه للزمالك بعد ماتش امبارح، مجلس ادارته. ايوه رسائل سعاده. رسائل سعاده يعني ايه؟ انا عرفت ان لعيبه بصت لهم رساله بعد الماتش مباشره. كل واحد 70,000 جنيه على الموبايلات بتاعتها. صح صح. بس رسائل السعاده. ترشيح محمد يوسف للانضمام لجهاز المنتخب. بحاسس ان انا بفتح الجرنان صفحه الاعلانات المبوابه. مطلوب مدرب. مطلوب مدرب. انتقال بن شرقي للجزيره الاماراتي. ده موسم الهجره للشرق. في روايه للطيب صالح اسمها موسم الهجره للشمال. كاتب اديب سوداني مشهور والقصه مشهوره جدا. الروايه مشهوره جدا يعني. اسمها موسم الهجره للشمال الى اوروبا يعني. ده موسم الهجره للشرق. للخليج يعني. استقالة عودة من تدريب مقاولين. كلمة واحدة. استقالوه. حلو. دي حلوة.